أحمد سنجاب مراسلنا من العاصمة اللبنانية بيروت. أحمد، يبدو أن الضاحية الجنوبية ترجم تحذير أو أوامر الإخلاء إلى قصف واستهداف يبدو عنيفا للغاية، كما نتابع الصورة التي كانت معنا ونتابعها الآن في الجزء العلوي عن يمين وعن يسار الشاشة، وكنا نتابع حتى اللقطات التي كانت على الهواء مباشرة لعمليات الإغارة والاستهدافات التي تمت لمناطق يبدو أنها كانت في برج البراجنة وحارة حريك، كما كانت أوامر الإخلاء قد صدرت. نعم، بالفعل بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ تهديده وأيضا الاستهداف المواقع التي سبق وأن حذر السكان أو المتواجدين بمحيط هذه المواقع بإخلائها. بدأ بالفعل بعمليات متزامنة، وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرات لهذا العدد الكبير من المباني أو لسكان هذا العدد الكبير من المباني. 20 مبنى أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرات لسكانها أو للمتواجدين بالمحيط بمحيط هذه المباني، سواء في برج البراجنة أو حارة حريك أو أيضا منطقة الحدث وغيرها من المناطق. وبعد دقائق معدودة من إصدار هذه التحذيرات نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا واسعا على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت بشكل متزامن، أي أن هناك طائرات حربية قامت بشكل متزامن بإطلاق الصواريخ على هذه أو على عدد من المباني. ربما الدفعة الأولى التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت 7 مواقع من أو 7 مواقع من المواقع التي حددها جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق في مشهد ربما هذا الهدف الأساسي منه هو الظهور بهذا المشهد، وهو ألسنة الدخان وأعمدة اللهب تتصاعد من أكثر من مكان في توقيت واحد من مختلف المناطق من الضاحية الجنوبية في أشبه بالحزام الناري أو بزنار النار الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية للعاصمة الاحتلال على الضاحية منذ هذا الوقت. أحمد، إذاعة جيش الاحتلال تشير وبشكل واضح إلى أن هناك هجوم واسع النطاق يستهدف ما تقول إذاعة جيش الاحتلال أنها البنية التحتية أو البنية التحتية لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية.